بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشكلة السمنة تسبب أمراض خطيرة نتيجة لتراكم الدهون الغير صحية في مناطق الجسم المختلفة، بالرغم من انتشار علاجات طبية وعمليات جراحية، إلا أن بعض الأشخاص المصابين بالسمنة يفضلون اللجوء إلى الطب البديل واستخدام الأعشاب والتي أثبتت فعاليتها في حرق الدهون وإنقاص الوزن، خاصة دهون الكرش، إلى جانب القيام بممارسة الرياضة بمعدل 30 دقيقة في اليوم، وكذلك تناول غذاء صحي وشرب كميات كافية من الماء طوال النهار. من أهم هذه النباتات العشبية المستخدمة لتخسيس الوزن لدينا الكزبرة. بذور الكزبرة هي طبعا من التوابل، كذلك نستخدمها كتابل في المطبخ، لها رائحة جميلة وهي تستخدم على نطاق واسع، نضيفها لأنواع مختلفة من الأطعمة، لها فوائد كثيرة جدا للتخسيس واستعادة الرشاقة. وهي تحتوي على فيتامين سي وحديد، مغنيسيوم، زيوت، كالسيوم، بوتاسيوم، بالإضافة إلى كذلك إلى زيوت طيارة. نستخدم في وصفات الطب البديل للتخسيس البذور والأوراق، ونستخدم كذلك الزيت. وصفة أوراق البقدونس، عفوا الكزبرة، موجودة من قبل في قناتي، في البعض طلبوا مني وصفة البذور، بذور الكزبرة الناشفة. طريقتها هي كالآتي: أن نأخذ ملعقة طعام كبيرة من بذور الكزبرة، طبعا تكون مغسولة من قبل، ونضيف عليها كوب من الماء المغلي، نغطي عليها، تنقع لمدة 10 دقائق، وبعدها تصفى ونأخذها صباحا على الريق. نأخذ كوب واحد صباحا على الريق، وكذلك كوب واحد بنفس الطريقة ليلا قبل النوم. هذه الوصفة يمكن هذه الوصفة كذلك يمكن عمل كمية تكفيكي لمدة أسبوع كامل. لا حاجة أبدا لعمل لكوب صباحا وكوب مساء، فقط نضاعف المقادير. تنقع كل هذه الوصفة لمدة 10 دقائق في إناء طبعا يكون من الزجاج، وبعدها نقوم بتصفية كل الكمية التي تكفيك لمدة أسبوع كامل، توضع في قارورات من زجاج، نحفظها في الثلاجة، وعند الشرب صباحا وقبل النوم نقوم بتدفئتها، تشرب فاترة وليست باردة. بالنسبة لاستخدام هذه الوصفة للأطفال من سن 5 سنوات فما فوق، أنصح بتحليتها بعسل النحل عفوا. هذه الوصفة تساعد على منح الجسم الشعور بالشبع لفترات، تساعد على تقليل كمية الطعام المتناول في اليوم، وذلك لأن الكزبرة تحتوي على معدلات عالية من الألياف الغذائية، تساهم في إمداد الجسم بالدهون الصحية والمفيدة ونسبة قليلة من سعرات حرارية، كذلك تساعد على كبح الشهية المفرطة، تمد الجسم بالطاقة اللازمة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية ومعدلات عالية من الفيتامينات، الأمر الذي يجعل من بذور الكزبرة الناشفة حل مثالي لاتباع أنظمة حمية غذائية وقدرتها على تعويض الجسم بالعناصر الغذائية المهمة والتي فقدت، تحفز الجسم على حرق السعرات الحرارية والدهون المتراكمة خاصة على منطقة البطن. هذه الوصفة رائعة جدا لحرق دهون الكرش، لمن ترغب أو يرغب بحرق كل دهون الجسم أنصح بإضافة ملعقة شاي صغيرة
لهذا المشروب من عصير الليمون لحرق دهون كل الجسم، لحرق دهون فقط البطن، تستخدم بدون عصير الليمون. قلت كوب صباحا وكوب مساء قبل النوم. النتيجة تبدأ في الظهور من أول أسبوع لاستخدامك لهذه الوصفة. وكذلك هذه الوصفة رائعة جدا عند أخذها قبل النوم، وهي تساعد على التخلص من العوامل المسببة للإصابة بالسمنة. لدينا القلق، قلة النوم، التوتر، تساعد كذلك على تعديل الحالة المزاجية وتحسين الصحة النفسية. كذلك هذه الوصفة تساهم في تنظيف الجهاز الهضمي والمعدة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من المواد المطهرة، تخلص الجسم من السموم وتطردها إلى الخارج. ولا خوف أبدا من أخذ هذه الوصفة، لها العديد من الفوائد الصحية المختلفة والمتنوعة، تعود على الجسم بالكثير من الفائدة الوقائية والعلاجية لمختلف أنواع الأمراض. هي تحسن عملية الهضم، لأن بذور الكزبرة الناشفة تحتوي على نسبة عالية جدا من الخصائص المضادة للأكسدة، والتي تعمل على مساعدة الجسم في تعزيز الأداء السليم لحركة الكبد والأمعاء، تساعد في إنتاج الأنزيمات الهضمية. هي مصدر جيد للفيتامين سي، تحتوي على نسبة 30% من الفيتامين سي، وهي من الكمية الموصى بها طبعا يوميا للجسم. وكذلك هذه الوصفة مكافحة للسكري، لا مانع أبدا من مرضى السكري شفاهم الله من أخذ هذه الوصفة، لأن بذور الكزبرة الناشفة تعمل على تحفيز الجسم على إنتاج مادة الأنسولين بالكمية التي يحتاجها الإنسان. وكذلك يتم الحفاظ عفوا على مستويات السكر في الدم بشكل صحي، معناها أنها آمنة لمرضى. وكذلك هذه الوصفة تقلل من كمية الكوليسترول السيء في الجسم، وتعمل على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد في الدم. وكذلك يوصى الأشخاص المصابين بمرض السكري وأصحاب مرضى الكوليسترول المرتفع بأخذ هذه الوصفة بشكل يومي آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. كذلك مرضى فقر الدم الأنيميا يمكنهم أخذ هذه الوصفة. للأشخاص الذين يعانون من مشكلة فقر الدم، لا مانع أبدا من أخذ هذه الوصفة لاحتواء بذور الكزبرة على كمية عالية جدا من الحديد، والذي يساعد في منع إصابة الجسم بمرض فقر الدم. ولكن أنصح بتحليته بعسل نحل أصلي لمرضى فقر الدم. كذلك بذور الكزبرة تعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية التي تعالج أو تساعد في علاج التهاب الملتحمة أو العين الوردية، كذلك لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقلل من إحمرار وحكة العينين. لمن لديهم مشاكل في العيون يمكنهم أخذ هذه الوصفة وبكل أمان. كذلك لدي وصفة لمن يعانون من مشاكل أو إحمرار أو حكة بالعينين، نقوم بنقع نفس هذه الطريقة، وبعدها نقوم بتصفية بذور الكزبرة من الماء، نتركه ليبرد في الثلاجة، ونقوم بعمل كمادات بماء الكزبرة على العيون لإزالة أو تقليل إحمرار وحكة العينين. وكذلك هذا المشروب لا مانع أبدا من أخذه أثناء الدورة الشهرية، لا مانع أبدا من ذلك وليست له أي أعراض جانبية.
يمنع اضطرابات الحيض وتدفقها بكميات كبيرة، ويمكن تناول هذا المشروب لأعراض ومشاكل الدورة الشهرية 3 مرات في اليوم، آمن وليست له أي أعراض جانبية. هذه الوصفة رائعة جدا، طاردة للغازات، مطهرة، مضادة للبكتيريا والميكروبات، مضادة للالتهابات، مضرة للبول، وهي كذلك تحتوي على بعض المركبات للتخفيف من أعراض التهاب المفاصل والروماتيزم. لمن يعانون من مشاكل بالتهاب المفاصل والروماتيزم، هذه الوصفة آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. كذلك تعزز وظائف الكبد والغدد الصماء، وكما سبق وقلت أنها تعالج بعض المشكلات الصحية كعسر الهضم وكذلك الإسهال وغازات المعدة والانتفاخات عفوا. وكذلك هي رائعة جدا، وحسب ما ذكرت ليست لها أي أعراض جانبية، فعالة جدا للتخلص من الإحمرار، حكة الجلد، الالتهابات. وكذلك تساعد هذه الوصفة على التخلص من رائحة الفم الكريهة وعلاج قرح الفم، نتيجة لأن هذه الوصفة تتمتع بخصائص مطهرة ورائحة جدا مميزة. إلى جانب هذا، فهذه الوصفة تعمل على تقوية الجهاز المناعي، تساعد على تنقية السموم من الجسم، وتعتبر علاج فعال ضد البكتيريا الضارة كالسلمونيا. وهي كذلك تساعد على زيادة لبن الثدي خلال فترة الرضاعة، يعني بأنها آمنة للمرضعات، يمكنهم أخذها وبكل أمان، فهي تزيد من حليب لبن الثدي الحليب للمرضعات، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية، فيتامين A، B المركب، وكذلك هي غنية بالفيتامين سي، بوتاسيوم، فوسفور، كالسيوم، نحاس، زنك، مغنيسيوم، وألياف غذائية، وهي غنية جدا بالعديد من مضادات الأكسدة، فالمرضعات يمكنكم أخذها لتكثير اللبن، وهي كذلك تخلص من آلام الروماتيزم والتورمات بأن نأخذ هذا المشروب بانتظام بهذه الطريقة، ليست مضرة أبدا. والاستمرار عليها من أجل التخلص من آلام الروماتيزم والتورمات، بمعنى أن هذه الوصفة آمنة، لها علاجات مختلفة، لا مانع أبدا من استخدامها والانتظام عليها. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.